job of the coach is to try to make the team to bring the ball in the last 20 meter. In the last 20 meter is the player. ضغط عندي بإذن الله. كل مرة تقول هلا وتخسر. أنا نسعى وإن شاء الله بإذن الله إذا الله شاكبنا إن شاء الله الدوري المسموع. الكرة تعطي من يعطيها والفريق الأفضل بيفوز. هذا الجمل دائما تنقال. The result is unfair. بس مو في كل مباراة تنطبق هذه الأقوال. اللي بيركز في الملعب ويجيب الأقوال هو اللي بيكون دايما فايز. والله ما صفر، والله العظيم أنا متضايق، أموري منيحة. I can't teach him to take the last decision. الرفاع والحالة، فريق جاي من خسارة خطيرة بالراء، والثاني من فوز، وأكيد التعويض مطلب في هذه الحالة. بس اللي أبي أعرفه وأسأله من عقب ما شفت التشكيلة قبل، قلتوا عنا أن إحنا مصدر غير موثوق أن زايد مهدي بوقر مصاب، وكان في تقرير سبحان الله تشافه عنبو من أسبوعين مصاب، مباراة محرقة على البنش. تشوفه في السرعة؟ إيش ليه؟ الركبة ذي اللي تشوفه في يومين؟ عادي إصابة يعني، ما برباط صليبي. شو كانت غاشة؟ لا لا صدق، شو المشكلة يعني؟ لاعب مصاب أسبوعين. شو المشكلة؟ ما يصير. أسبوعين لاعب مصاب أسبوعين، أول أسبوع كان فوق، ثاني أسبوع كان على البنش، كاحن جاهز الريال. فاروق هذه اللي عندي. لاعب لا لاعب شو اسمه؟ أنا أشوفه اليوم يعني غريب إن اللاعب من عقب هالإصابة قلتوا لنا أنا مصدر غير موثوق، وإحنا كل لاعب يلعب اليوم. شو نعجبه؟ لا لا بالعكس. إيه لا لا موجود اللاعب مصاب تعور. ما في الله هو يعني لازم الإصابة تتم شهر؟ بالعكس أنا أتمنى رجعته، مو بس يرجع لا بل يرجع لمستوى، لأن من عقب الخسارة الرفاع طريقة تشتت، لأن ما تعودنا يخسر بهالطريقة. خسارة قوية نعم معك، بس شتت الرفاع لا ضدك. يركم من بلا شتت تفكير المباراة. لا ثلاث نقاط راحت، خسرت ثلاث نقاط. لا لا الفريق متشتت، ولا ما كان شفنا جناح اليوم؟ فأحمد لعب الروح إلى الفريق ووجوده أكيد يعطينا دافع وقوة. يعني الكلام اللي قلناه بعد صحيح، في هذه المباراة توقعون مين اللي بنشوفه جريح؟ حمامة سلام الرفاع رفرفت من البداية. محاولة جميلة في الطرف الأيسر جاسم خطيرة، وين الله 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 رأسية جميلة هذه المرة، هذه المرة برأسية السفاح.
الشومي يضع الكرة في الشباك في الربع ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الأول. سيد هاشم عيسى اقترص الكرة برأسية جميلة داخل منطقة الجزاء. هذه لعباته، هذه كراته، هذه كراته. ما فيها راية، ما فيها راية، ما كان فيها راية يا خرافي. هذا هو هاشم السيد عيسى والعرضية. ولما يتكرر نفس الخطأ مرتين فهذه فعلا مصيبة. ليش مصيبة؟ اليوم الأرجنتين بطلة كأس العالم، يا عليهم 3 أهداف في مباراة. لا الأرجنتين مو بنفس الطريقة، بلنتيين وجول مبابي. شلون شكل البلنتيين؟ جول مبابي شلون هي؟ كلها أخطاء دفاعية ما يسويها فريقي. لك في غلطتين دفاعين بس أنا مش في حل إن أنا أشرح لك، أنا بشرح لفرقتي. أنا مش بوجه الرسالة للإعلام، أنا بقول للإعلام إن إحنا هنجتهد ونحاول نصلح الغلطات. الأخطاء مو بس في الحالة، لا، لما نقول نقطة ضعف وفي الرفاع هذه اللقطة بشكل سليم. لا زالت الكرة في الطرف الأيسر، الآن حلوية وخطيرة إلى الشباك، إلى الشباك يا بابا ديوب. فعلا مباراة سريعة في الأداء وسريعة أيضا في تسجيل الأهداف. هدف تعادل رائع، الحالة لم يستسلم ويعادل النتيجة بكرة قوية. فعلا في هذه الأثناء بالكرة عرضية، وبابا ديوب يظهر أخيرا ويسجل التعادل في هذا اللقاء. الحالة يعود مجددا. اليوم أي واحد بيشوف الرفاع بيشوف أن نفس المشكلة تكرر في كل مباراة، خلاص صارت علنية ما لها حل في الرفاع. والله أنا للأمانة مو بس أهتلمين، أنا بالنسبة لي الرفاع شوي دم صار بار في الدوري، مو نفس قبل أحس بيفوز بينافس. هو من كروس كان صح يعني، ممكن تقول يعني كوبي، بس نفس ما يعني مبارتين شوي يكون تشالنج فيها اللعبة ومن دربك يطلع اللاعب وحط كروس يعني. لا لا لا، إحنا قاعدين نحاول إن إحنا نعدل الأمور ونجتهد، وإن شاء الله من مباراة لمباراة راح تشوف الفريق يتحسن نفس ما قلت، بس إحنا قاعدين نجتهد ونشتغل على هاي الأمور، ونقاط ضعفنا عارفينها. أهم عرفوا فيها، لكن شنو بيتغير في القادم؟ وفي الشوط الثاني قعدنا ننتظر فرصة أو نشوف أي خطورة، وفي نفس الوقت تساءلنا في شيء ثاني. كابتن اليوم نشوف محمد الرميحي احتياط. والله انا ما اعرف ايش السالفه بالضبط مع الرميحي، ممكن انه في عنده مشكله، ممكن صحيه، مشكله فنيه، بس نتمنى ان نحصل له حل ويرد يرجع طبيعي بحكم انه زلزال، وان شاء الله يسجل اهداف اكثر باذن الله. قرار مدرب ما في مشكله، بالعكس احنا عندنا 20 لاعب 25 لاعب جاهز، في اي لحظه الفريق يحتاجه يكون جاهز. لا هو قرار مدرب، وثاني شيء مريض بعد، هو مو بعد لأنه مريض. أنت شنو تبي؟ اللي أنت تعرفه وأنا أعرف. لا سلامتك، ما في شيء، رايح العيادة أول أمس مريض، قرر المدرب أنه يشرك يبتدي في هشومي ديو. بس؟ لا مو بس، لا الحين في كلامين قال اليوم أبو سلمان قررته أن أنت تحلون مشكلة قبل تكبر، أهنيكم عليها مشكلة الرميحي. ما في مشكلة، في النهاية كل مكان في كل بيت تحصل فيه بعض الأشياء، في النهاية داخل الفريق موجودة، كل في البيت أنت تصيرك مشاكل، بينك وبين والدك تصيرك مشاكل، بينك وبين أخوك تصيرك مشاكل، في النهاية أنت شلون تحتويها وشلون تطلع بالنتيجة الذي في مصلحة النادي ومصلحة الفريق. بس عشان نكون مهنيين، الرميحي فعلا كان مريض، لكنه بعد صار خلاف له في الفريق، واليوم انحلت المشكلة. ولا ما كان ذكر هالشيء حسين سلمان، بس ترى الرفاع للحين في المباراة يمر بمشكلة. عندي خذ الرميحي وإن شاء الله يعني أتمنى إن شاء الله يأدي ويسجل لنا هدف، على الأقل نكسب منه 3 نقاط نخلص المباراة، وهدف المباراة هذه نكسب 3 نقاط نكون على الأقل في الوصيف، من في الصدارة يكون في الوصيف يعني. وهذه الجول الثاني وهي سواها. يظهر مجددا ويسجل هدف رائع لهذا الرفاع، وفي الدقيقة 74 وضعها كوبين في الشباك، وضعها في الشباك، تسلل من أمام دفاع الحالة. لا مو بكل وقت، مو بكل وقت، لا في أخطاء، في أخطاء، والأهداف ما تلا من أخطاء 100%.
الاهداف اذا ما في اخطاء ما في اهداف، كلنا بنطلع 0-0، لكن في خطا عن خطا. انا يوم شبهت لك وقلت لي يا شلون، انا بوضح لك شلون. خطا المدير مثل خطا الموظف، خطا المدير ينتج عن كارثه لانه مدير، هاي اقصد بالارجنتين. اما خطا الموظف فهو خطا موظف، ممكن ان انت تتوقعه، بس الخطا لما يجيك من شخص المفروض انه ما يخطا ذي الخطا فاحنا نعتبره كارثه. معلش، التكرار نتيجه ان اللعيبه اللي معايا خبرتهم لسه اقل شوي، باذن الله ياخذوا خبره. في جمله شهيره دائما ما كان يقولها عاشور: كوميل لديكم، لا خوف عليكم. كوميل يسجلها وفي الشباك، ثالث لمصلحة الرفاع، ثلاثية جميلة، والرفاع وكوميل يعزفان أحلى الألحان في شوط المباراة الثاني من هذه المباراة، ثلاثية جميلة في شباك الحالة، هذه المرة من نقطة الجزاء من كوميل الأسود. لهني وانتهت المباراة، الرفاع رجع لمساره الصحيح، والحالة يلزم يصحح الوضع عشان يرجع. بس خلي أكون معاكم صريح، الأسبوع اللي فات عطيت الرفاع نصيحة وما خذوا فيها، المنامة ممكن يستعينون اليوم فيها؟ شوف، إذا أنت بتبي تقارني مع فريق ثاني هذا شيء مو بمقبول، لأن كل فريق عنده أدواته، كل فريق عنده جهاز الفني وهو اللي مختص في دي الأمور. ففي النهاية إحنا عارفين خصمنا مين، واحنا اللي مجهزينه، فلا هو شغلك انت كاعلامي ولا شغل اي نادي ثاني يقول لي انا شنو اسوي في المباراه. ما قالوا لي نفس الشيء اخر مره وصارت، هم حرين ده قالوا لك. انا اقول لك شغلي انا في اللي جهزته في خلال 3 أيام 4 أيام، مو بشغل اي حد يتدخل فيه. محرق اليوم قوه قويه ترى عندهم. صح، محرق فريق محترم و هالموسم مقدمين أداء مميز، ف قاعد ياخذ ثورة من كل الأفرقة اللي غلبوا العام. أي فريق غلب العام خذ ثورة منه يحاسب، يعني بياخذ ثورة منك. 3 نقاط عندي بإذن الله. كل مرة تقول لي هلون تخسر، متى قلت لك روح عندك اللقطات اللي ما نزلتهم، اللي أنا قلت لك 3 نقاط عندي بإذن الله، نزلهم وشوف النتيجة كم كانت ولصالحنا اليوم. يعني أنت جاي لصالحك وغالبا بإذن الله. المحرق يا جماعة لا تعطونهم مجال، لأن كما يقال الذيب ياي. مرة الكرة سيطرة للمحرق، الكرة العرضية راسية، جول عبد الوهاب المالون، ظهر في الوقت المناسب ووضع الكرة داخل الشباك وعطى التفوق للمحرق، للذيب في كرة تابع فيها، وبعد ذلك اهتزت الشباك وأول أهداف المحرق وأول أهداف المباراة عن طريق عبد الوهاب الملون. نعم، بلمسة وضع الكرة داخل الشباك، وهنا فرحة جماهير المحرق. تجيتوا عليه يقولون فاول 100%، اللي في البيت شافوه في التلفزيون كلهم يقولون فاول هاندبول، يعني قبل اللاعب يسجل طقت في يد اللاعب راحت له وسجلها. يعني ما ادري لمتى بنظلم بالتحكيم احنا، انا ما احب اتكلم عن التحكيم العام، يعني خسرنا الدوري بسبب التحكيم صراحه. كنا نظن انه فيها لمسه يد، بس في الاعاده ما كان فيها، لكن كانت اللعبه كان فيها دربكه شوي، فيها خطا. في النهايه انا ما اقدر احتج على التحكيم. الكره ما فيها لمسه يد، بس فيها تسلل واضح وصريح. ليش كلها تلعبون على الأجنحة ما تلعبون على العمق؟ بالعكس، احنا طبعا هاي الموسم عندنا أجنحة يعني ممتازين، وقاعدين نلعب يعني نلعب على الأطراف، حكم احنا يعني المباريات اللي لعبناها والأهداف اللي سجلناها دائما كانت تجي عن طريق الأطراف. فقلت خلاص قواتنا في الاطراف وصانع لعبنا يمكن مو في يومه، ما في شيء خلاص في تكتيك كره القدم. يعني احنا مو معناته احنا قاعدين نلعب على الاطراف وتكتيكنا على الاطراف، لا بالعكس احنا قاعدين نلعب في العام. التاج
ما هز الهدف، رجع وحاول يوصل للمرمى. والمنام في أداء مستمر، وفي الشوط الثاني أخيراً الحظ لهم ابتسم. يملك المهارة، ممكن يمر، هنا التقدم، هنا محاولة، المرمور تسديده، وركلة جزاء، ركلة جزاء، المتابعة اللي أتت من محمد وأحمد موسى هي اللي صنعت الفارق، لكن ياهي من المرتدة، ياهي سرعك. يأتي من خلال التعادل عبد والتقدم كوريو، لا 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 سيد المرمى. اللاعب يبين عليه من قبل ما يشوت انه مرتبك، والكل قال بيضيعها. انا البلنتي بعد احسن لاعبين في العالم يضيعون، يعني عادي يعني. استمتعوا يعني وياك الفريق لعبوا، يا ضيع بلنتيات نفس الطريق. من كذي قلنا انه بيضيعها. الحارس كان واثق من نفسه بصيدها، من قبل ما يشوت اللاعب ينعرف وين بيشوت اصلا. ما له دخل. بلنتي الحارس يختار زاوية، إذا الكرة راح تصوبه بيصدها، يعني ما لاعب وياه ولا ملاعب وياه ما له شغل يعني. آخ ضاعت عليكم يا المنام يا سيد المرمى، حقك في التصدي محفوظ، وفعلا أن جمهور البحرين فيك محفوظ. التنفيذ بشكل سريع، محمد الحلاق والكرة العرضية والخطورة، مرت راحت على الخدال، وهنا السيد محمد جعفر والنظرة إلى المدافعين. اليوم في هالمباريات شنو تحتاج أنت؟ تعزز قوتك الهجومية صح؟ حتى لو تقوي هجومية يا أخي معتصم ليش ما يلعب؟ أحد يفهمني؟ قبل قلتولي ما تبون تمشونا، يمكن اللقاء ما عرفته، لكن فهموني، إذا ما تبون تمشونا وما تلعبونا ليش موجود؟ شوف عبد الله، انا يمكن انت تبي توصل حق جزئيه يمكن غياب مهدي. لا 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 معتصم، خل مهدي متعود. يمكن سالنا عنه قبل ونقول كابتن اليوم شفتك تدخل معتصم لثالث مره من البنش، والاحاديث اللي تجيني واللي انا متاكد انها هي صحيحه، كابتن هيثم جطل غير مقتنع بمعتصم. لا ما فينك تتكلم عني انه انت مقتنع 100%، لا بالنهايه لو ما مقتنع ما بيلعب باختصار يعني. في النهاية قناعة مدرب، احنا كجهاز فني قناعة ان احنا في امور نبيها من اللاعب يمكن اللاعب مو فاهم هو شلون يوصلها او يطبقها في ارضية الملعب. انا ما اقلل من قيمة معتصم ولا من قيمة اي لاعب ما يلعب في الفريق، لكن انت تعرف الامور الفنية فيها جزئيات صغيرة المدرب بيقتنع فيها تلعب، اذا ما اقتنع فيها لا 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 لا, لا ما 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 صحيح. اللاعب عم بيأدي المطلوب منه. لف قول ان هيثم جطل غير مقتنع بامكانيات معتصم اللي هو يبيها منه، يعني عبد الله ما في دليل، ما في صوره حسن عبد الله، اذا كان مقتنع ما بيلعب الريال صح. اذا هاي كلامي انا يعني في النهاية انا ما اقدر ابرر لك ولا اعطيك عذر ثاني، انا بطلع الى ان انا ما بتكون عندي مصداقيه اذا قلت غير كلام غير ذي الكلام. ماشي هو ماشي بين القسمين ماشي خلاص، انت تدري وانا ادري حسن، يمكن ما تبي تصرف الاعلام، لكن معتصم المباراه القادمه ستكون اخر مباراه له وهو قاعد على بنش المنام. انا ما ابي استبق الاحداث عبد الله، يمكن امور تتغير، انا ما ابي استبق الاحداث ولا اقول شيء يمكن ما صار، هو في النهايه قرار اداري مع فني، لكن انا ما اقدر استبق شيء الحين لحد الان ما صار، لكن مثل ما قلت لك موضوع قناعات. خلاص الحين اليوم اذا المدرب يشوف اللاعب مو مقتنع منه، الحين ان شاء الله الجانيوري ترانسفيرز جاي، اذا المدرب يشوف ان اللاعب ما يفيد الفريق خلاص احنا نتصرف. في النهايه قرار جهاز الفني، احنا نكون فيري بروفيشنال في هالشيء وش اسمه نسوي اللي يفيد الفريق في النهاية. هاي قصة لاعب انتهت من الفريق، بس الغريب في الموضوع أنه قبل هيثم كان يقول أنه هو مقتنع فيه، وحسن يقول عكس دي الكلام، الثغرة في هالموضوع وين؟ والمنامة بدون فوز يخليه في وضع جدا حرج. شوف عبد الله الموضوع أنه ترى أول شيء دوري لحن باقي له ثلاث مباريات وباقي له قسم كامل، مثل ما احنا نلعب مباريات صعبة ترى محرق بيلعب ورفع وقف الذيب، ما وقف والذيب انت تدري اذا ما حد وقفه ما بيوقف الا في النهاية. النهاية انا افتخر اني ان انا كنت احرجت اليوم في الملعب،
انا احرجت محرك، مو فخر الاحراج قال ما فخر الفوز. الفوز في النهايه انا قلت لك في جزئيه انا بقول لك شغله، اذا مثلا البلنتيه او في فرصتين او يمكن اربع فرص على طول الشوطين، اذا ايه فرصه او فرصتين يا واحنا فزنا في المباراه، شنو بيكون كلامك؟ كلامك كله بيتغير 100%. زين 100%. هذه يبين ان احنا قدمنا مباراه كبيره. لا 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 شوف، سواء فزت ولا خسرت ما حد ينكر شنو قدم المنامه. الحمد لله احنا في النهايه انت ما بتفوز اذا ما قدمت اداء، احنا كل اللي نبيك انه الاداء، اللاعبين ما قصروا. والمحرك نفس ما قلنا. بالعكس المحرك مثل ما قلت، يعني ان شاء الله دائما في الامام ونطلع احنا. طبعا اجتهادنا احنا كجهاز فني، اجتهاد اللاعبين، وقفه الاداره معانا، ان شاء الله راح نستمر في العطاء. يعني احنا في النهايه كره قدم، يعني احنا نسعى ونبذل جهد، وان شاء الله الله يعطينا على قد الجهد اللي احنا نعطيه. المحرك بالمحافظه على الصداره فرحان، والشرقي نقول له مبروك على اول 3 نقاط خذوها في الجوله اللي فاتت. الحمد لله كان 3 نقاط مهمه، يمكن انا قلت من قبل احنا محتاجين حق 3 نقاط، لان يمكن احنا اخر مره فزنا في الدوري قبل سنه وياتنا الحمد لله 3 نقاط، ان شاء الله نبني عليها ونواصل ندش كل مره نبي 3 نقاط باذن الله. بقت مبارتين ويوقف الدوري، نحتاج هال6 نقاط ناخذهم عشان تعدل الامور تعدل امور الفرق ان شاء الله، لان ترى الشتويه بعد في تطور باذن الله. For this transfer market are you aim to bring one striker, real striker for East Rafah to score from the half chance? You know, I want to bring some strikers. The important is about our budget, and important is what kind of player we can bring, because everything is around the money. But sure, we already have 2 players that we discuss with them. One is Yuri, the Brazilian, and another one is Flavio. And after that, we will see. لو كان الحل كان تم محرك. لا، إحنا من قبل شفنا البرنس. عدل والله لو كان البرنس ما محرك شي يقولون ما محرك، كانوا يقولون إنه هو مو بزين. لكن يا ما إيش شرقي شلون كان أداء؟ كان ممتاز. بعد يمكن فلافيو يكون نفس الشيء، يمكن يعني ضغوطات كضغوطات نادي محرك غير عن ضغوطات نادي رفاع الشرقي. For me again, I trust in him. Again, this is what we can take and what we can bring in this moment. يعني مطالب نادي محرك نادي كبير، يبي مطالب إنه ما يطلع من الموسم غير بطولة. رفع الشرقي أنا أقول لك يعني إحنا مشجعين ونحبه وذي، بس إحنا طموحنا يعني إنه مثلاً ننافس على الدوري. I don't want to comment more. I think that in this moment we don't have too many options, and he was one option very accessible for our club and for us, and he want to come for us. This was very important. He make one big sacrifice to come with us. Flavio مهاجم عنده إمكانيات، بس مو بس هو اللي يحتاج النادي، لا لا، الرفاع الشرقي يحتاج كثير أمور، وفيهم أمور فالنادي هالأيام قاعدة تدور. وانتظروا قريب بنسترد لكم جميع الأحداث. الشرقي بانتفاضة الفوز مبتدي. هنا كرة عرضية في إمكانية لمصلحة نادي رفاعة الشرقي. لويز عنده كرة، في إمكانية كرة الماضية، ولكن بعد ذلك الكرة تتحول إلى أن تكون إلى خارج أرضية ملعب ركلة زاوية، وعليها وأصل وقاعد يبني. إيسكو يلعب الكرة الآن قادمة عرضية في إمكانية، ولكن بعد ذلك الكرة تبعد وتعود من جديد. لويز عنده كرة، لويز خطير باليسار، جميلة يا لويز، جميلة يا لويز، خطير هذا الرجل، خطير هذا لويس، تصويباته متقنة جدا، تصويباته رائعة جدا. I don't deserve to win. Even if first half I have more chance than had. Maybe 3 or 4 chance. والحد لا حس ولا خبر.
واتوقع لان تياغو مو موجود. اكيد لاعب مؤثر في الفريق، يعني الهدف الاول يعني في الفريق للامانه، حتى على مستوى يعني الدوري ما شاء الله عليه ماشي، لاعب مميز. اكيد اكيد يعني تياغو لاعب كبير يعني والكل عارفه، اكيد ياثر يعني. ناقصنا المهاجم، يعني الحد ما عنده حاليا لابرز تياغو متعور، ف اليوم الاداء طيب ولكن ناقصنا الهدف، الفينشينج ما قاعدين يستغلون الكرات داخل البوكس، بس عندنا ثقه ان شاء الله اليوم الفريق راح يغلب باذن الله. الحد وضعهم غريب، الا انهم مهاجمه لكن لحين متفائلي ما يندرى الحد. القدر لكم شنو مخبي؟ قوية فرصة هدف أول، الله عدت عدت الكرة الماضية مرت أخطر كرة شرقاوية. هل بعد بتلومون متروك؟ You know the job of the coach is to try to make the team to bring the ball in the last 20 meter. In the last 20 meter is the player option and quality and he must make the. I can't teach him to take the last decision. This is up to the player. والحد تتوقعون على هالفرصة ممكن يتشجعون؟ ضغط الجزاء التصويب، جول 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 جول، في الرواق الأخير يأتي البديل ليبدل المباراة، عبد الفتاح بشير ورقة الشملان الرابحة تدخل لتغير المعطيات، تدخل لتغير المباراة، تدخل لتكسب الثلاثة نقاط لمصلحة نادي الحد في الرمق الأخير. الحداوية في آخر ما تبقى، الحداوية إذا عبد الفتاح بشير يسجل هدف المباراة الأول الآن في هذه اللحظات، هدف المباراة الأول. You see the difference. Mubarak alone he shoot out. Abdul Fatah from heart he have chance he shoot in the goal. This is football again. I am disappointed because I think I don't deserve to lose the game. آه الحد فعلا أنقذ روحه، والشارقي بيده عمق جروحه. وهاي الفوز يعطي فرصة حق الشباب أنه ينقذ روحه. ترى احسن من الشباب، فريق احسن من الشباب. شنو كامكانيات افضل مني؟ كامكانيات يعني كدعم كعناصر، عنده افضليه، معسكر خارجي راح تركيا، في كل شيء ان شاء الله. في الملعب لا، الامور بتكون متكافئه. بس احسن منهم خلاص يعني. في شنو ايش قلت لي؟ وش عنده هو الحين؟ الحين شو عنده؟ كم نقطه هو؟ سبع. عنده سبع. وين عندي كم؟ يعني نفس الشيء. مو انتم احسن واحد لازم يكون واثق من فريقه. يعني انا احترم احترم كلامهم، يعني دائما يقولون انهم افضل، ان انت اذا تكون مع فريق ومع مجموعه وما تحس ان هي الافضل لا تشتغل معها. ان شاء الله 2-1. توقعات يعني كل حتى المحللين في الفيديو دائما ساله كم توقع النتيجه، كان توقع يعني ما اعرف ان هاي الملعب هو يحكم. كلام جميل ولكن دومهم واثقين للنتيجة كما هم متوقعين. خلنا نشوف الملعب لمن فيهم يحكم. الحكم كان ممكن يكون لصالح سترة. الجهة اليسرى والتقدم والقدم اليسرى والكرة العرضية والراسية مرت راحت على عثمان الحاج. عثمان الحاج هو اللي حاول بالرأسية الأخيرة بعد عرضية. والشباب معروف بصناعة الهجمات وعلامات الاستفهام. السيد ضياء سلام على المرور، هنا التقدم، التمريرة، هنا كوري، هنا فرصة، هنا المرور، وبعد ذلك الخطورة راحت على أحمد كوري. نعم مر وتباطأ. هذا مع الأسف يعني لاعب محترف، يعني انت تخطيت الدفاع وتخطيت الحارس قدامك المرمى، يعني خلاص خذ القرار السريع. احنا كجمهور اخذنا قرار انك انت شوت، قبل لا انت شوت احنا قلنا لك شوت. وهو تقائل يعني قرار يعني بليد من اللاعب. راد عدى من الحارس، ما بقول لك عنه ممكن كان على الارض يحطها اسهل باص تيجي جول، لكن تسرع. هذا هي التركيز الذهني. هل يقدر يحقق هالمركز حسب ما صرح المدرب سابق؟ بداية الموسم قلت انا اطمح حق المركز السادس،
لكن اكتشفنا ان انت اليوم ما فزت الا فوزين وعلمين البحرين والبدايه. يعني في فرق مكلفه نص مليون ومش فايز غير فوزين فوتبول. دوري هذا باخذ دوري بالاياب بعد الفريق على الدوري هذا المستوى اللي بشوفه انا في يوم فوق يوم تحت ناخذ دوري باذن الله. لا صعب، والفريق اصلا مستحيل يحقق المركز السادس بهالوضع، وشتان بين السيد محمد جعفر والسيد عباس جعفر. وخروج حارس المرمى وبعد ذلك الاصطدام وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء بخروج خاطم السيد عباس جعفر ومشعل الشمري والمسك بعد ذلك، وبالتالي تأتي صافرة ونفور على ينتظر يتقدم هو للتسديد. الجول مشعل الشمري والبحارة يبحرون بالهدف الأول في مرمى الشباب. مشعل الشمري بتسديده هز الشباك وهدف أول ستراوي والثاني أهدافه في هذا الموسم. سترة واصل في الانتفاضة وما عطى أي مجال ثاني. هنا الراسية والخطورة مستمرة وبعد ذلك جول. جول عن طريق الهداف عثمان الحاج يسجل ثالث أهدافه في هذا الموسم والثاني أهداف سترة. هنا فرحة جماهير سترة عثمان الحاج. إبراهيم حلمي خلاص هني للنتيجة استسلم، وقبل النهاية راح حق مرجان عشان يسلم. قالوا لا أكل حد شنو نسلم. تعال يا كابتن تعال، ما صفر ما صفر ما صفر، تعال ما صفر ما صفر، زي تعال بقول لك يا كابتن تعال. صفر خلاص والله ما صفر والله ما صفر والله العظيم ماني متضايق، أموري منيحة والله العظيم. لا لا واضح أن أنت فعلا متضايق وفي شخص الحين لازم أرجع له. قلت لك ايش قلت لك انا؟ انت قلت لي شنو؟ ما قلت لك شيء. لا قلت لي بيفوزون الحليف. هم لا انت اللي قلت لي بعد. بس المفروض يعني افضل من كذي كمان. شلون يعني ضيعتوا فرص وايد؟ ضيعني. والمباراة الأخيرة بين البديع والخالدية هي نسبيا منتهية من قبل لا تبدأ. مو تقليلا في البداية لا لا، لكن فارق الإمكانيات هو اللي يحكم. أقول لك هارد لك ولا أقول لك قبلت بمهمة مستحيلة؟ والله شوف المهمة مستحيلة صحيح، ناس كل يقولوا مهمة مستحيلة وصعبة، بس احنا مدربين والمدرب من قدره يزمه يشتغل تحت الضغط يزمه يقبل المهمات الصعبة ذي. كنت نقدر أنا نقدر نستنى شوي نسلم أي فريق في أي بلد ثاني ولا لا، بالعكس احنا للتحديات، عشت في التحديات. انا اليوم قلت لك مهمه مستحيله لانه اللي قاعد تشوفه فريق عنده نقطتين من 9 مباريات شبه مستحيل انه يبقى. نقيسها بالواقع، نقيسها بالواقع كم كوني كل الفرق بعيده عنك، انت قبلت بمهمه ما بقول مستحيل ما في شيء مستحيل بس شبه مستحيل. شوف بالنسبه نعاود نرجع لك، ما دام حسابيا الفريق يقدر يكون موجود في الدوري الممتاز بالنسبه لي انا بالعكس. انا شوف بالنسبه لي انا نحكي على نفسي كمدرب، انا حابب اني نشتغل تحت الضغط في الاشياء دي، اني استلم فريق حاضر وشنو اللي باش نسوي، يعني نقدر انا نستلم فريق حاضر وخلاص ونفوز والفريق واللعيبه تسوي كل شيء. انا بالنسبه لي نهارت اللي خلي البدايع في الممتاز راني سويت شيء وراني فرحان. لا لا بقدرة ربي ان شاء الله اذا بنشتغل ان شاء الله بقدرة ربي، ربي يشوف اللي يشتغل ربي يبارك. احنا ان شاء الله باش نشتغل 3000% والبدايع ان شاء الله يبدا في الممتاز. وهذا الجمهور بهالوضع متفائل او متشائم؟ شيء بسيطة يعني، فبعد يعني يحتاج ان القسم الثاني اقول لك الحين البداية قاعد يصارع في الثقيل، الفريق اللي اقرب واحد له لازم يبي يفرق عنه خلاص، يعني كل نفض ثيابه كل ياخذ عن روحه، يعني ما طالع على الفرق الضعيف ما فيه، اللهو اللي قاعد في الذيل وقاعد يبي يدور ما وعنده الإشكاليات هذه، يعني مثل ما تقول الإداري مبراكد والجهاز الفني جديد، فالله يعينهم يعني على هذه التعويضات الخسائر اللي راح. اي والله متفائلين بس
مو بدي العناصر، لازم ابي له عناصر ان شاء الله جديده واداره جديده، بس ابي لهم وقت يعني. لا ما في في كره القدم شيء اسمه تشاؤم، في كره القدم نشتغل نلاقي، وان شاء الله انا شفت الحوار اللي سويته معي هذا، ان شاء الله بعد شهرين حاب تسالني نفس السؤالات هذول وشوف رد ثاني. بسألك اياهم بس ان شاء الله تكون موجود وفايز. لا لا شوف، بقدرة ربي بكون موجود، بقدرة ربي بنكون فايزين، بقدرة ربي الامام ان شاء الله. لا عليك، خلنا نشوف اليوم شنو يقدر يسوي. اسماعيل امر بمرحلة تضيع واليوم رجع لوضعه الطبيعي. يا سلام، الله، هدف اول للخبرة، للخبرة اسماعيل عبد اللطيف يسجل هدف. فاينالي اسماعيل هي سكور، ها؟ فاينالي اسماعيل سكور. So my score before, how many goals they cancel for him? Two goals in the league. Yeah, but now finally. And finally, referee accept his goal. وتلاها بصناعة الثاني. حصل المحاولات مع اسماعيل عبد اللطيف. يا الله. تتحدث عن الصناعة أم تتحدث عن الإنهاء؟ الخالدية آخر جمال، آخر جمال يا أيمن الحرزي. والشوط الثاني بدأ عندنا بمفاجأة. لم الترتيب اللي راح نتحدث كثيرا عنه، ولكن بعد هذه الكرة اليسارية، الله، على هدف جميل للاعب البرازيلي فيرزا. يبدأ مجريات شوط اللقاء الثاني بهدف رائع بعد مرور 37 ثانية فقط. Coach, I saw today one goal coming in the starting of the second half. What happened? The player entered mentally was not ready. Yes, you have right. No, they are ready, but you know sometimes lose concentration in defensive line. We lose concentration. We receive very, very easy goal. We must care about this. لكن نفس ما ذكرت، فارق الإمكانيات والأخطاء يفرق في هذه الأوقات. أيها المخادع يا مهدي حميدان، هدف سجله مع مهدي حميدان وفرصة الهدف، فرصة الهدف يا مهدي. الله، الآن ينطلق هذا اللاعب زاهر، كرة وتقدم للأمام، محاولة لتسجيل الهدف. الله، خماسية صفراء للخالدية، خالدية يا خالدية. التغيير ملامحة بدأت تصيب، بس ما أعتقد أن التبديل هو الحل الكامل للي بيصير، والأيام الجاية بتعرفون شنو بالضبط أقصد. ولما تيها الأيام بيبقى هذا المختصر لكن نقطة في بحر.